هنا البنات عندي البطاطا اللي غادي نسلقها، غادي نسخنو الماء بعدا ونخلو الماء يغلى واحد شويه، ولا بلاش نديرو ديريكتومون البطاطا. تقريبا شي 10 البطاطات هكا صغار، وانا نخلي البطاطا ديالنا تسلق. البنات ما تسلقوهاش بزاف حتى تولي طيبه بزاف، غير شويه ما بين وبين نص سلقه، حيتاش مازال غادي تخلط مع الحشوه وهذا، ومازال غادي طيب ثاني من غادي نبداو نقليو هذوك اللي سموسه، غادي طيب في الزيت عاود. وعلاش قلت لكم طيب غير نص طيبه باش ما تعجنش لينا ملي نقليوها. فوالا نخلوهم البنات شويه تطيب ونرجع معكم باش نوريكم تتمه الفيديو ديالنا. البنات من بعد ما تسلقات لينا البطاطا فوالا غادي نديروها في الباسوار تصفى ونخبو على شويه الماء بارد باش تبرد لنا دغيا، عاد نقشروها ونوريكم الطريقه اللي غادي ندير، نقطعهم مربعات صغيره. يلا خليكم معايا البنات، نطفيو النار نديروها تصفى شويه من الماء. عندي هنايا ديجا الصفايه ديالي مجدها على التسعير، وفوالا خويت فيها وغادي ندير غير شويه الماء البارد باش تبرد ليا دغيا. فوالا البنات من بعد غادي ندوزو المرحله المواليه اللي غادي نقشرو نحيدو هاد لابو الجلده ديالها ونقطعها مربعات صغيره. يلا خليكم معايا البنات. فوالا من بعد ما سلقنا البطاطا دابا نقيتها ونقطعها طريفات صغيرين، غيكونوا البنات قطع على هذا الشكل هذا هاد القد هذا. من بعد ما قطعتها قطعت كلشي البنات هكا، غادي نحتاج جوج البصلات اللي غادي نقيهم ونقطعهم ولكن رقاق 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 بزاف ونخلطهم مع البطاطا. المهم على هاد القد هذا. هانتوما شوفوا معايا كيفاش قطعتها رقيقه بزاف. فوالا هذا هو التقطاع ديالها شويه رقيقه، وغادي نزيدو على هاد البطاطا ونكمل على التقطاع ديالنا حتى نكمل هاد البصله اللي بقات عندي. من بعد ما كملنا كلشي كما كتشوفوا فوالا غادي ندوزو دابا للطريقه المواليه واللي هي اللي غادي نزيدو فيها البهارات ولا العطريه ديالنا. البهارات اللي غادي نحتاج البنات غادي نحتاج زيت الزيتون، غادي نحتاج سكينجبير، غادي نحتاج الابزار، غنحتاج الملح، نحتاج الفلفل الاحمر الحار فلفله حاره، وغادي نحتاج الكركم اللي هو الخرقوم البلدي. غندير شويه من الحاجه معلقه من الحاجه والمعلقه راه معلقه غير صغيره. فوالا غادي نبدا بزيت الزيتون
الابزار غادي ندير شويه حتى غادي ندير الفلفله الحاره. ندير معلقه ديال الملح وغادي ندير جوج معالق ديال الملح يكونوا عامرين. ندير معلقه نص معلقه ديال الفلفل الحار. وندير نص معلقه ديال الكركم. فوالا ونخلط هادشي البنات مزيان. عاد نوجدوا الكفته ديالنا. كتشوفوا الحشوه ديالنا هي هذه من بعد ما تخلطات وهذا وصافي. هذه سالينها نحطوها على جنب وندوزو نوجدوا الكفته. غادي نديروا هاد البريوات ولا هاد السبوسه بالكفته والبطاطا. نحتاجوا الكفته البنات كما قلت لكم. عندي هنا واحد الكيلو ونص 1 كيلو 500 غرام ديال الكفته اللي غادي ندوزو نشحروا شويه بشويه ديال الزيت. فوالا عندي هنايا المقله ندير فيها شويه الزيت البلديه. يعني هاد الزيت البلديه معطرها هكا بالزعتر. نبقاو نزيدو الكفته ديالنا بشوي كتكسبون. غادي نزيد غير شوية ديال الملح الناس. ما غاديش نطيبوها بزاف، غادي نطيبوها حتى تاخذ لينا الكامله الكفته تاخذ لينا هذا اللون هذا. فوالا دابا كيبدا كيتوحد عندنا اللون في الكفته ديالنا. نتسناو على واحد ميم با 5 دقائق ونطفو عليها. فوالا اللون الكفته ديالنا شدات اللون كامله نفس اللون. البنات على حساب اللي ما كيبغيش في الخليط اللي قادينا، اللي ما كيبغيش هكا البصله تبقى هكا طريه يديرها مع الكفته ديجا، ما يخلطهاش مع البطاطا، يديرها مع الكفته ديريكتومون باش تقلى. اللي ما يبغيهاش تجي هكاك شويه طريه. الثاني على حساب كل واحد والذوق ديالو، كاين اللي كتعجبو هكا كاين اللي كتعجبو تكون طيبه. فوالا البنات غادي نطفي عليها دابا، نخليها تبرد شويه ونخلطها مع الخليط ديال البطاطا والبصله. صافي طفيت عليها، صافي نحطها على جنب نحيدها من هاد المقلات ونحطها على جنب تبرد.
من بعد ما الحشوة ديالنا والكفتة ديالنا بردات، غادي نزيدو عليها المكونات الاخرين ديال البطاطا والبطاطا والبصله. ما غاديش ندير كلشي البنات، غادي ندير غير النص ديال هذا باش ما تجينيش البطاطا كثيره في هذا، ونبقى نزيد شوي بشويه لبنت اللي قليله، نبقى نزيد في الكفته. وانا درت غير النص ديال البطاطا حتى نخلط ونشوف لبنت اللي غادي نزيد. غادي نزيد نعم، مازال غادي نزيد زوين شويه، حيت الكفته شويه غالبه على غالبه بزاف، ماشي غير شويه، غالبه شويه على البطاطا. فوالا راني زدت مازال شويه البنات، ودابا جاتني هي هذيك، ما تجيش البطاطا ثاني بزاف بزاف، او مهم اللي تعمري السموسه ولا تعمري داك البريوه تجي فيها غير قطعه ولا جوج ديال البطاطا كافيه. المهم هي انها الكفته تجي فوالا انها بريوات ولا سموسات ديال الكفته. فوالا المرحله المواليه هي غادي ندوز نشدو الورقه ونقطعها ونبدا نعمرها بشويه بشويه. ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان، ودوقها البنات الا كانت خاصها مثلا نتوما الا درتوها بقى خاصها الملح، ولا بغيتو ديرو بهارات ولا العطريه اللي نتوما باغين، ما كان حتى مشكل. نتوما تعرفوا اللي كيوالمكم واللي كيعجبكم. انا درت المكونات اللي انا كتعجبني وفوالا، وكيبقى الراي ديال كل وحده. نحطوا الحشوه ديالنا على جنب وندوز معكم الطريقه المواليه. انا البنات كنستعمل هذا النوع من الورقه اللي كنشروها اصلا جاهزه، لا بليبار ديال البنات هنايا يكونوا عارفينها، وتقدر تكون تبعتها في الاسواق ديال المغرب، كارفور ولا مرجان. فوالا اصلا هي صنع فرنسي، صنع في فرنسا، مي بو هذا تقدروا تلقاوها جاهزه، ولا تلقاو شي ماركه واحده اخرى من غير هذه. هذه فيها كتكون 10 فيها 10 الورقات وزايدين فيها جوج. يلا خليكم معايا البنات. ولا الورقه كتكون على هذا الشكل، دايرين فيهم بزاف ديال ما بين ورقه ورقه فارقينهم بهذا الورق هذا. الورقه كتكون على هذا الشكل هذا، صراحه سهله، كتكون رقيقه. فوالا ما كتقطع ما والو. انا اللي غادي ندير دابا اللي كل ورقه غادي تخرج لي غير جوج ديال لي سموسه ديال البريوات. نوريكم طريقتي انا في الخدمه ديال هاد الورقه هذه. كنشد هادو كاملين، الورقه كامله كنتنيهم على جوج باش يجيني البريوات في نفس الطاي، زعما في نفس القد قد، نتنيها على جوج ونقطعها من الوسط. المقاس عندي صغير، مي بو غادي نستخدم غير الموس. فوالا قطعتهم على جوج فوالا، ومتساوين بحال هنا بحال هنا فوالا. ومن بعد نحطهم ونهز بي النص بالنص، مثلا هذا النص هذا نخليهم هكا على جنب. شنو كندير من بعد؟ كنتني هاد الجهه اللي هكا مقوسه كنتنيها في الداخل حتى توصل ليا لهاد الحد هذا. نهزو شويه ديال الحشوه
اللي غادي ندير هنايا في القدام في البدايه ديال هاد البوند، وغادي نثني التنيه الاولى. من بعد هاد البلاصه خاصها تجي لهنا، هذاك الشيء اللي غادي يخرج حيتاش الحشوه ما معجناش ما ملصقاش. هاد في الاول ضروري ما غادي تخرج ليا، مينو في الثانيه صافي ما كتبقى تخرج حتى حاجه. انت ما كتشوفوا معايا ما بقات خرجت ليا حتى حاجه، غير في الاول اللي خاصك تجمعي هذيك الحشوه مزيان باش تبقى لداخل. صافي، وثاني هاد الجهه تجي لهنا، وثاني هاد الجهه تجي في هاد البلاصه هادي. ومن بعد البنات كتجي بحال هكا. انا باقي خاصني نلصقها يا بالطحين يا بيض البيض، وهذا الشيء الزايد تقدر تحيديه. ممكن تجي المثلث كيجي مقاد كيجي بحال هكا. انا غادي نلصقها، غادي نقاد الطحين، انا غادي نلصق غير بالطحين وشويه الماء نخلطهم. هذاك الجزء الزايد نحيدو مثلا بحال هكا باش يجوني مقادين. فوالا، نوجد نسيت ما وجدت الطحين ولا ورجع معكم البنات. فوالا البنات، انا درت الطحين وزدت فيه الماء. فوالا، انا كتعجبني هاد لا تيكستور دايره بحال هكا، ما خفيفه ما ثقيله، باش ملي نديرها في مغلصق بها دغيا تلصق ليا ما تعذبنيش، ما يبقاش يتحلوا ليا لي هاد لي سموسه. فوالا، من بعد ما خلطتهم نحطهم على جنب، وها نتوما كتهز بسهوله. السموسه ديالنا غادي ناخذ هذاك الطرف اللي بقى لينا الاخر، صافي ندوز واحد شويه بحال هكا، ماشي بزاف ما تكثرش البنات، راه شويه كتلصق. فوالا، هانتوما تبان لكم لصقات، ما محتاجاش نحطها ولا نلصقها مع شي حاجه اخرى باش فوالا الشكل النهائي ديالها تبقى قاده. وعلاش قلت لكم انا كنقسم الورقه بحال هكا باش يجي باش نعرف القياس، غادي يجوني كلهم بحال بحال. نوريكم ندير واحده اخرى. كيف ما قلت لكم ناخذ هذه، هاد الجهه تجي الوسط، نحط الحشوه ديالنا. ناخذ هاد الجهه هادي الطرفانيه الاولى، عاد هاد الجهه تجي لهنا. بون، هادشي اللي خرج ليا خاصني نرجع نعاود ندخلوه، حتى هاد اللويه الاولى هي اللي كتجي شويه صايره. من بعد نجمع هنايا بايدي ونلوي لهاد اللويه هادي ابخي لوي هنايا، وصافي كيبقى لي هاد الطرف الاخر اللي هتجي فيه اللويه الاخيره، وانا ندير فيه الطحين ونسد. فوالا، كيبقى لي هاد الجهه هادي نقدر نضربها بالمقص ولا نضربها هكا بالمقص تحيد. فوالا، وكيجيوني بحال هكا صغيورين مقدودين زوونين. فوالا البنات، هانتو بالنسبه للاولى تشوفوا انهم في نفس القياس كيجو قد قد. فوالا، هي هذه الطريقه ديالي انا، وكل والاختيار ديالو، كل الطريقه ديالو، كل طريقه الحشوه ديالو. المهم انا غير بغيت نشارك معكم البنات طريقتي في هذا. اصلا هذه الطريقه ديال انها تخلط بالبطاطا وهذا، انا كنت كندير الكفته غير بوحدها، الكفته يا بالكفته بالفرماج يا الكفته وشويه ديال الفلفله ولا بون شي حاجه بسيطه، ولا غير الكفته والبصله. وهاد الطريقه عائله راجلي هما اللي كيديروها، وكيديروها شويه بالحار وهما كيديروها شويه حاره. داكشي علاش بارطاجيتها معكم، ومازال انا راه ما درتش فيها الحار بزاف. هما راه كي من حدك كتاكلي فيها وكتحسي بالسخونيه كطلع. المهم البنات، غادي نكمل على الطريقه ديالنا، نزيد نصايب لكم وحده ولا جوج ونختم هذا الفيديو معكم. ولا عجبكم كوم دابيتيت البنات ما تنساوش ديروا لايك تابوناو في لاشين. صراحه لاشين بلا بيكم راه والو،
المهم كنتونس بيكم كنتونسو بيا وورا هادشي اللي كاين. يلا خليكم معايا البنات. البنات راني ماشي كنطيب انا ماشي شي طيابه ولا شي وحده خطيره في الطياب. فين وفين هذا كنطيب ولا كنقاد شي حاجه. اكثريتي كناكل سوافه في الزنقه ولا كنكوموندي ولا هذا صغار فاش تلقاوني كنطيب شي حاجه. وهاد لي سام مصغر بغيت نبارطاجيها معكم. سينو ما كنديرش اوطون ما كنديرش كثير كنقدر ندير غير اللي سموسة اللي غادي تقدني انا اللي غادي ناكل في البلاصه سي تو. شو بقيت كنهضر حتى ما سديتهاش مزيان مي سي با غاف نسدها بالطحين. نكملوا على هذه الطريقه هذه. تقولوا لي البنات علاش كديري الورقه مدوبله؟ نجاوبكم على هذا السؤال. افون كنت كندير غير نقسم الورقه لاربعه وكندير غير زعما النص ديال هذه. مي بون ملي كتجي طيبي هذوك البريوات هذاك كتجي كديك لاباط هذيك الحشوه اللي كاينه لداخل اكثر فهمتي غالبه على الورقه. صافي الورقه ما كتبانش ليك ملي كتبداي تاكلي ما كاينش هذيك التقرويشه ما كاينش هذيك انك كتحسيها انهم راهم سموسة. لهذا وليت كندوبل باش ملي نعمرهم ويطيبوا هذا نحس بهذيك التقرويشه ديال الورقه. وثاني لي سموسه ما كنعمرهمش بزاف باش ما يجوش في الماكله ديالهم ما تجيكش راكي كتاكلي بزاف غير في الكفته. Voilà, après, comme ça. Encore une fois. On casse pas la partie Hadi qui fait dima qui est au rythme. On ira d'ici là. On a de la partie libre. Tu peux marrer, tu peux marrer, tu peux marrer, tu peux voilà. فوالا البنات كنتمنى انه الفيديو يعجبكم وديروا لي لايك خلوا لي كومونتير خلوا لي ميساج فوالا. يلا البنات نخليكم وغادي ندير لكم نفس الطريقه مي بون ماشي بالكفته بمكون اخر. يلا تهلاو في راسكم البنات باش نخدموا الفيديو ديالنا غادي نديروا شي اربعه ديال لي سموسه هكا يطيبوا ونشوفوا الشكل ديالهم النهائي. من بعد ما سخنا الزيت ديالنا البوطه خاصها تكون على نار مهيله باش ما تحرقوش لينا. هما داغي كيطيبوا واللي بغات ديرهم البنات اللي بغات ديرهم في الفران ما كاين حتى مشكل. الورقة دغيا كطيب دغيا كتحمر هانتوما يلا قلبتهم وديجا ولاو حمرين. صافي كيفهم النار البنات. هذا هو الطبق النهائي ديال السموسة ديالنا كيجو طيبين مزيان وزوينين. بون فوالا البنات غادي نخليكم هنا وموعدنا في الفيديو الماجي ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك ديالكم ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي. ميرسي بوكو لي في يلا تهلاو في ريوسكم.